هي يعني شوفي، بالنسبة للحكام العرب كلهم، احنا ما عندناش حكام عرب، ده كلهم عملاء والله، كلهم عملاء وكلهم خونة. مين وريني مين كده هيحرر هيحرر القدس، ولا يقول القدس دي اصلا عاصمة لفلسطين؟ ولا وريني ان هم محمود عباس عميل، السيسي من قال بيهم؟ مفيش. بتوع السعودية كلها عملاء من زمان اصلا، مش من النهاردة، وربنا فتحهم على راس الاشياء كده دلوقتي. احنا كنا مقررين فيهم قوي، من دايما محافظين على الدين، وهم ده بلد الحرمين. طبقتك يا رب، ربنا فتح معرض الاشاد. ام محمد، ام محمد قولي لي بس، تعالي قولي لي يا ام محمد، هو ايه اللي مثلا، ايه اللي بيفرق محمد مرسي عن محمد حسني مبارك؟ ما هو ده رئيس وده رئيس. محمد يا استاذ احمد، محمد مرسي دي رئيس مسلم بيصلي وعارف ربنا، وما كانش عامل عادي. مبارك كان بيجي يصلي الجمعه برضه كل يوم، وبنتفرج عليه. ماشي يا استاذ احمد، بس شتان الله، ده بين الفرق بين السماء والارض، والناس كلها تعرف كده يعني. سبحان الله، بين محمد مرسي محمد حسني، تشوف الارض فين والسماء فين، دي حاجه معروفه يعني. وكمان يمكن قصدك ان محمد مرسي اراده الشعب، الناس جابته بجد. ايوه يا استاذ احمد، وجايب اراده شعبيه، وجايب الرئيس مدني، هو ده رئيس عسكري. بس ربنا يخلص من المجرم ده وبس. والله شكرا على الفهم ده، والله والله انا سعيد جدا بتصال حضرتك واتصالاتكم جميعا النهارده.